ما عم بعرف اوصف حالته. يعني الدم تفشل، اول مره بعرف شو يعني دم بيغلي، يعني دم جوا عم بيغلي فاير فاير فاير. امبارح الصبح مثل اي يوم عاده، صباح الاثنين وصلنا بنتنا نهار الساعه 8 على الجارديري على الحضانه. الساعه 2:30 بتواصل معي احد من الاهالي بقول لي في فيديوهات وصلوا لي كثير بش على الاولاد، بليز تفضلي تعي شوفيهم. واذا انا وجوزي لعنده بتشوف هالصور بشوف هالفيديوهات بيبعث لنا اياهم، اول ما نشوفهم دغري يعني نتكل على الله نقول ما بدنا نتكلم فيها للمعلمين، يعني نضربها او نعمل حيال شيء احسن ما يصير حق علينا. يعني اتكلنا على الله وقلنا لا بنجيبهم نرجع نتحقق، يعني بنروح على الشق القانوني. كثير منيحة تستقبلها حبيبي وحياتي، يعني بتشوف بوصها الصبح حتى انتبه امبارح جوزي بس نزل استلم بنتي من عندها هي سلمته اياها، يعني قال لي جوزي ملكت اعصابي لاخر دقيقة لانه حلف بولاده سلمته اياها بوصتها. حبيبي كريستيانا تروح بشوفك بكرة لهالدرجة، بتستلمها منا الصبح بحب وبتسلمنا اياها بعد الظهر بحبين، بتقول مش معقول. إذا عم تتعامل مع طفلة بريئة لا بتحكي لا بتعبر وما فيها تدافع عن حالها، كيف معقول تتعامل مع حيالها حدا ماشي على الطريق يمكن تعسها على إجرها ضرب بكتفها، يمكن تفقد أعصابها حيالها حدا ماشي على الطريق؟ يعني طفل بريء هيك عم تتعامل معه كيف في حال حدا كبير صاير معه شيء على الطريق؟ مش معقول هيك إنسان يبقى برات الحبس.